بعده فصل. يعني في هذا الفصل يبين المصنف مسائل الخيار. نعم، خيار ثلاث خيارات: خيار مجلس، خيار شرط، خيار عيب. هكذا ثلاث خيارات. ما معنى الخيار؟ الخيار هو اسم من الاختيار. ثم معناه طلب خير الأمرين، اختيار. كذلك خيار معناه طلب خير الأمرين. ما هما الأمران؟ ما هما؟ إملاء العقد أو فسخه. إملاء العقد، إملاء البيع أو فسخ البيع، هذان أمران. ثم من هذين يطلب الخير. لو ظهر له أن الإملاء خير فيمضي، لو ظهر له أن فسخ العقد خير فيفسخه. هذا معنى الخيار. نعم، هذا الخيار يثبت خيار مجلس وخيار شرط وخيار عيب. أولا يبين مسائل خيار مجلس. يثبت خيار مجلس في كل بيع حتى في الربوي والسلمي، خيار مجلس. وكذا في هبة ذات ثواب على المعتمد، في الربوي والسلم. وكذلك هذا الهبة لا يثبت فيه بعض الخيارات التي أنا هنا. خيار مجلس يثبت في كله، في بيع ربوي أو سلم. كذلك يعني بيع موصوف بالذمة، سبق بيع نوع آخر، بيع موصوف بالذمة غير السلم. كذلك هبة ذات ثواب، ذات ثواب معناه ذات عوض. هبة هبتان، رجل يهب شيئا لآخر وهو يعطي لهذا الواهب شيئا على طريق الهبة، هذا يقال له هبة بعوض. وهذا في الحقيقة بيع، لأجل ذلك يثبت هذا الخيار فيه أيضا. وخرج في كل بيع غير البيع، فإذا هذا خيار مجلس يثبت أين؟ في كل بيع. فإذا لا يثبت في غير البيع. ما هو غير البيع؟ مثلا إبراء، كذلك هبة بلا ثواب، ثم شركة، قراض، رهن، حوالة، كتابة، إجارة، وهكذا. كالإبراء والهبة بلا ثواب وشركة وقراض ورهن وحوالة وكتابة وإجارة. وفي هذه العقود كلها لا يثبت خيار مجلس، يعني لو تم العقد تم. مثلا رجل أبرأ آخر من دينه، وبعد ذلك هل يجوز له خيار؟ يعني قبل انفصالهما، تفرقهما من المجلس، هل يجوز له الرجوع في الإبراء وفسخ الإبراء؟ لا يجوز له. كذلك الهبة بلا ثواب، رجل وهب لآخر بلا ثواب معناه بلا عوض. لو وهب تم الهبة ثم بعد ذلك لا يجوز، هذا فسخ عقد الهبة والرجوع في الموهوب. ثم هذه الإجارة ولو في الذمة أو مقدرة بمدة فلا خيار في جميع ذلك، لأنها لا تسمى بيعا. نعم، ممكن هذه الإجارة ليست في عين، بل هذه إجارة في ذمة، وهناك أيضا لا يصح، لا يكون خيار مجلس. أو يعني هذه إجارة مقدرة بمدة وليس هناك أيضا خيار مجلس. لماذا؟ ثبت هذا خيار مجلس في البيع، فهذه المعاملات والعقود لا تسمى بيعا. أما هبة بثواب هو بيع حقيقة، يسمى بيعا، لأجل ذلك يثبت فيه. نعم، وسقط خيار من اختار لزومه، هكذا خيار مجلس يثبت. ثم
من اي مكان يثبت يعني من انعقاد العقد من يعني من وقت البيع والعقد يثبت وبماذا ينتهي هذا سيبين هذا الذي يقول سقط خيار من اختار لزومه يعني بالعقد لا حاجة إلى شيء آخر يعني رجل تبايع في شيء فيترتب عليه خيار المجلس ثم أحدهما اختار هذا البيع يعني أملى البيع أو كلاهما أملي وبذلك سقط الخيار وبعد ذلك لا يبقى خيار نعم سقط خيار من اختار لزومه لزومه أي البيع كيف اختار صريحا من بائع أو مشتري أيا كان كأن يقول اخترنا لزومه أو أجزناه هكذا يجب أن بصيغة صريحة نعم فيسقط خيارهما أو من أحدهما من اختار لزومه هذا من إما كلاهما أو أحدهما أو من أحدهما يتفن على قوله من بائع ومشتري كأن يقول اخترت لزومه فيسقط خياره ويبقى خيار الآخر ولو مشتريا ممكن هذا أولا البائع وهو أن يختار عملا هل يبقى للمشتري خيار مجلس نعم يبقى له خيار مجلس نعم حسب بقاء خيار المجلس له يجوز له فسخه يعني فسخ العقد بعد إملاء البائعين ثم وسقط خيار ثم طريق آخر لسقوط الخيار وسقط خيار كل منهما بفرقة بدن عرفا هكذا وهنا بالفرقة يسقط خيارهما جميعا معا أما في سقوط الخيار بالاختيار يتفرقان من اختار يسقط خياره فقط ولا يسقط خيار الآخر أما هنا يسقط خيارهما جميعا هذا وسقط خيار كل منهما بفرقة بدن لماذا قال بفرقة بدن لإفادة أنه لا يسقط الخيار بفرقة روح أو فرقة عقل يعني هذا رجل جنة أو يعني غشي عليه هذا فرقة العقل عقل لا يفوت الخيار أو يعني مات الرجل البائع والمشتري مات أحدهما أو كلاهما فإذا لم يكن هناك فرقة بدن بل كان فرقة روح لا يسقط الخيار بل ينتقل الخيار إلى ورثته منهما فرقة بدن ممن منهما أو أحدهما أو نسي يعني فرقة البدن إما يكون منهما كلاهما يتفرقان واحد ذهب إلى هنا والآخر إلى هناك يقال تفرقا بدنا أو أحدهما يعني أحدهما جلس في دكانه ورجل جاء واشترى وذهب فإذا هناك يكون فرقة أحدهما فقط ثم ولو ناسيا ممكن هذه الفرقة كان ناسيا للعقد أو جاهلا جاهلا عن أي شيء جاهلا عن ثبوت الفرقة هكذا أو سقوط الفرقة بالمفارقة فرقة عن أي شيء عن مجلس العقد مجلس العقد يعني حقيقة وحكما هكذا كما سيأتي عرفا هذا الفرقة عرف يعني يعتبر في الفرقة عرف الناس لذلك قال فما يعده الناس فرقة يلزم به العقد وما لا فلا ما لا فلا معناه ما لا يعده الناس فرقة لا يلزم به العقد بل يبقى على الخيار لزوم العقد معناه هذا ثبوته وإحكامه وبعد ذلك لا يجوز الفسخ هذا معناه قبل ذلك
يعني قبل لزوم العقد يجوز الفسخ. فإذا حالة عقد تقبل الفسخ نقول العقد غير لازم، لو لم تقبل الفسخ نقول عقد لازم. فالفرقة كيف يكون بأن يخرج؟ ما لا فلا. فإن كان في دار صغيرة فالفرقة بأن يخرج أحدهما منها. دار صغيرة يعني حجرة صغيرة أو مسجد صغير أو سفينة وهكذا، ذكروا أمثلة. بأن يخرج أحدهما منها يعني من هذه الدار الصغيرة أو السفينة أو المسجد الصغير هكذا، أو رقي علوها هكذا ذكر في التحفة. يعني دار له طابقان، فإذا ذهب أحدهما إلى الفوق. ثم أو كبيرة، يعني لو كان في دار كبيرة. إذن الكبيرة والصغيرة كيف الفرق بينهما؟ الكبيرة يعني تشتمل على بيوت، بيوت يعني حجر غرف أكثر من بيت واحد. أما صغيرة يعني لا يكون فيه إلا بيت واحد إلا حجرة واحدة، هذا صغير. نعم. أو كبيرة بأن ينتقل أحدهما إلى بيت من بيوتها، فإذا من حجرة انتقل أحدهما إلى حجرة أخرى هكذا، فإذا يسقط هكذا يقدر الفرقة. ثم أو في صحراء، يعني أو كان في صحراء، هذه حالة ثالثة. أولا كان في دار صغيرة، ثم كان في دار كبيرة، أو يعني ما كان داخل البناء بل كان خارج البناء. يا صحراء المراد به خارج البناء، سواء كان فناء الدار أو صحراء أو مزرعة أو بستان، أو سوق، أو كان في سوق. فبأن يولي أحدهما ظهره ويمشي قليلا، أحدهما يولي ظهره ويمشي قليلا. يمشي قليلا، ما معنى القليل؟ قليل يعني هذا مسافة ما بين الصفين، يعني ثلاثة أذرع، لو مشى ثلاثة أذرع سقط. ثم هذا تولية الظهر شرط ليس بشرط، بل مشى قهكرا أيضا يكفي. أحدهما ما ولى ظهره إلى الآخر بل هو مشى قهقرا إلى الوراء، كم مشى؟ يعني ثلاثة أذرع. ثم وإن سمع الخطاب، ممكن بعد هكذا يعني تولية الظهر والمشي قليلا يسمع الخطاب النداء، ومع ذلك سقط الخيار، فيبقى خيار المجلس ما لم يتفرقا ولو طال مكثهما في محل. ممكن هكذا تبايعا في شيء، بعد البيع هما جلسا في هذا المجلس ساعات، يعني مثلا منذ الصباح إلى المساء جلسا، لا يسقط الخيار. ليس هذا ساعات، بل وإن بلغ سنين، هما جلسا هناك سنين، مثلا هما في داخل حجرة واحدة مكذا هناك بسبب الحجر الصحي أو أمر آخر هكذا، أو يعني هما محبوسان هكذا في حجرة صغيرة بقيا هناك، فإذن وهما بقيا ومكثا في هذا المحل محل العقد سنوات، إن بلغ سنين، وإن بلغ سنين لا ينقطع لا يسقط خيار المجلسين، بل يكونان على هذا المجلس. مثلا بعد سنين يجوز لأحدهما فسخ هذا البيع. نعم. أو تماشيا منازل، أو كلاهما مشيا معا منازل، منزلا ثم منزلا، يعني أولا ذهبا إلى منزل ثم بعده مشيا ذهبا إلى منزل هكذا مشيا. ممكن ولو فوق ثلاثة أيام هكذا ذكر في التحفة. ولا يسقط بموت أحدهما، هذا معترض قوله بدن،
تفرقة بدن، هذا ليس هذا فرقة بدن بل هذا فرقة روح لا يسقط. فينتقل الخيار للوارث المتأهل، له أهل، له أهل يعني هذا له مطلق التصرف، أما غير البالغ لا ينتقل إلينا. ثم وحلف نافي فرقة أو فسخ قبلها، ممكن هذا البائع والمشتري تخاصما، فإذا ينفي أحدهما الفرقة والآخر يدعي الفرقة، أو كلاهما اتفقا في الفرقة لكن أحدهما ينفي الفسخ قبل الفرقة والآخر يقول هذا فسخ بعد الفرقة، عندئذ يحلف يعني يصدق باليمين نافي أو فرقة أو فسخ قبلها. يحلف معناه الحاكم يطلب منه التحليف القسم اليمين ثم يصدقه قبلها أي قبل الفرقة. ماذا صورته؟ بأن جاء معا ودع أحدهما فرقة وأنكرها الآخر ليفسخ. فإذا لو جاء دفعتين لم يجيء معا ثم بعد ذلك لا يصح ادعاء الفرقة وعدم الفرقة. فإذا هذا ادعاء الفرقة وعدم الفرقة متى يمكن؟ لو جاء معا إلى الحاكم ودع أحدهما الفرقة قبل مجيئهما، بعد العقد قبل مجيئهما إلى الحاكم تفرقا، هكذا يدعي أحدهما وأنكرها الآخر. لماذا ينكر؟ ليفسخ، هذا الآخر يريد فسخ البيع، أو اتفق عليها، كلاهما يتفقان الفرقة ودع أحدهما فسخا قبلها وأنكر الآخر، فيصدق النافي فيهما. لماذا؟ على موافقته للأصل، الأصل يعني مضي العقد، مضي البيع، فإذن هذا النفي هو الموافق على الأصل من مضي البيع بدون فسخ، لذلك يصدقنا. وهذا التصديق باليمين متى يكون؟ لو لم يكن لأحدهما بينة، لو كان لأحدهما بينة فالحكم علينا. ثم ويجوز لهما شرط خيار، هذا الخيار الثاني، خيار الشرطي. إذن يجوز لهما أي للعقدين البائع أو المشتري، ماذا يجوز لهما؟ إذن هذا جواز فقط لا يجب ولا يسن، شرط خيار لهما، كلاهما يشرطان الخيار لهما أو يشرط أحدهما لأحدهما، هذا أو لأحدهما، في كل بيع فيه خيار مجلس. فإذا في خيار المجلس ذكرنا في كل بيع، لم نفصل هناك ما يجوز فيه خيار مجلس وما لا يكون فيه خيار مجلس، هكذا ما بين ما فصلنا، لكن هناك بيع لا يكون فيه خيار مجلس، ما هو؟ هذا بيع القن من نفسه، بيع القن من نفسه، فإنه لا خيار فيه للقن، وكذا السيد على الأوجه لتصريحهم بأن هذا عقد عتاقة لا بيع له. كذلك مثله البيع الضمني، البيع الضمني مثلا رجل قال لآخر أعتق عبدك عني، أعتق عبدك عني، فإذا هو أعتق، إذن كيف يعتق؟ فإذا يفرض هناك بيع ضمني، في هذا البيع لا يكون خيار. وكذلك قن يشتري نفسه، وهناك إذن لا يكون خيار مجلس. لماذا؟ في الحقيقة هذا ليس بيئا بل هو اعتق، لذلك هنا قيد
بقوله في كل بيع فيه خيار مجلس إلا فيما يعتق فيه المبيع. وهناك لا يشترط لا يجوز خيار يعني خيار الشرط شرط الخيار لا يجوز فلا يجوز شرطه لمشتر لماذا للمنافاة بين الخيار والإتقاء الخيار يعني يؤخر الإتقاء والبيع يعتق لأجل ذلك لا يجوز للمشتري وفي ربوي وسلم لا يجوز فيهما إلا فيما يعتق فيه المبيع أو في ربوي فإذن هذا ربوي سلم فيهما يوجد خيار المجلس لكن لا يجوز شرط الخيار فلا يجوز شرطه فيهما لعهد الاشتراط القبل فيهما في المجلس لماذا لا يجوز القبض واجب في السلم أو كذلك في البيع الربوي وهنا لا يجوز لعهدهما ما فيما مضى لا يجوز للمشتري فقط أما للبائع يجوز نعم شرط خيار ثلاثة أيام فإذن هذا تعيين مدة الشرط شرط الخيار ثلاثة أيام مما من هذا الشرط كما يبين ثلاثة أيام تعتبر من وقت الشرط فأقل إما ثلاثة أيام أو أقل يعني يوم أو يومان هكذا أو يعني ساعات بخلاف ما لو أطلقها يعني هو أحدهما شرط الخيار لنفسه ولم يبين مدة هذا الخيار هل هي يوم يومان أو ثلاثة أو عشرة أو هكذا كم يريد لم يبين أو أكثر من ثلاثة أيام أو شرط أكثر من ثلاثة أيام هذا الشرط ليس بسهل فإن زاد عليها لم يصح العقد نعم فإن زاد عليها يعني زاد على الثلاثة أو أطلق في هذه الحالة لا يصح العقد والبيع ليس بصحيح ليس معناه شرط باطل البيع صحيح ليس كذلك بل البيع أيضا ليس بصحيح هذا ثلاثة أيام مما تعتبر من حين الشرط للخيار متى شرط الخيار يعني هذا متى يجوز شرط الخيار شرط الخيار يجوز قبل يعني الفرقة بالبدن ممكن هما عقدا في الصباح ثم تماشيا إلى المساء أو بقيا مكذا في المجلس إلى المساء ثم في المساء هو شرط ثلاثة أيام ثم فإذا يعتبر من المساء أو يعني وقع العقد في النهار ثم بعد ذلك كانا معا بدون فرقة بدن إلى الليل ثم في الليل هكذا شرط أول في اليوم الثاني هكذا من ذلك الوقت ثلاثة أيام سواء شرط في العقد أم في مجلسه نعم إما يشرط في العقد فإذا من العقد ثلاثة أيام أو يعني مجلس العقد بعد مجلس العقد لا يجوز نعم ثم والملك في المبيع مع التوابع في مدة الخيار لمن انفرد بخيار من بائع ومشتر ثم إن كان لهما فموقوف فإذا هكذا لو شرط الخيار فالملك في المبيع لمن كذلك في توابع المبيع يعني لمن يثبت هذا الذي يقول توابع المبيع يعني منافعه المنفصلة والمتصلة كلها فكذلك اندفاعه من ركوب ويركب هذه الدابة فهكذا أمور نعم توابع في مدة الخيار يوما يومين أو ثلاثة هكذا مدة الخيار إما يكون خيار الشرط أو خيار المجلس سبقا بينا
هذا بعض الأحيان هذا خيار المجلس يمتد سنين، فإذا في هذه السنين كلها لمن يكون الملك في المبيع وتوابعه؟ هذا الذي يقول لمن انفرد بخيار. إذن لو كان الخيار لأحدهما فقط فله هذا الملك من بائن أو مشتري ومشتري. ثم إن كان لهما خيار، يعني في خيار المجلس يبقى لهما، كذلك في خيار الشرط لو شرط كلاهما يثبت لهما. في هذه الحالات فموقوف، يعني الملك موقوف. فإن تم البيع، يعني أوجيز البيع، بان أنه لمشتر مما من حين العقد، وإلا معناه إذا فسخ العقد هكذا كان باقيا الخيار. في نهاية الخيار ماذا حدث؟ هذا فسخ العقد. هكذا لو فسخ العقد فلبائن، يعني ظهر أنه الملك فيه وفي توابعه لبائن. مع توابعه ما معناه؟ أي فوائده متصلة أو منفصلة، كاللبن والتمر والمهر ونفوذ العقد والاستيلاد وهل الوطئ ووجوب النفقة والحمل الحادث في زمن الخيار. وهذا معنى التوابع. فإذن ماذا يكون يعني عاقبته؟ ذكر في حاشية الجمل على شرح المنهج: فإذا كان للمشتري وحده ملك المبيع وفوائده الحادثة بعد العقد، فإن تم البيع فذاك، وإن فسخ رجع المبيع للبائع عاريا عن الفوائد، يؤتي المبيع عاريا عن الفوائد، وتضيع عليه المؤن، يعني هو الذي أنفق في هذه المدة، هذا ضائع، ويفوز بالفوائد المشتري. يعني لو حدث في هذه المدة فوائد، مثلا اللبن وجد أو يعني هو ركب، فهذه الفوائد هو ظفر به هكذا. فإن كان للبائع وحده ملك المبيع والفوائد كذلك، فإن فسخ فذاك، فإن تم البيع انتقل المبيع للمشتري عاريا عن الفوائد وتضيع المؤن عليه. نعم، هكذا يكون النتيجة. ثم ويحصل فسخ. فإذا في خيار الشرط أو في خيار المجلس بأي شيء يثبت الفسخ؟ فسخ العقد في مدة الخيار بنحو فسخت البيع كاسترجعت المبيع، هكذا يقول. من يقول هذا؟ بائع يقول استرجعت المبيع، هذا بائع يقول فسخت البيع، بائع أو مشتري كلاهما يقول. أو وإجازة فيها، يعني يحصل الإجازة فيها أي شيء في مدة الخيار فيها، يعني خلال مدة الخيار تحصل الإجازة بنحو عجزت البيع كأمليته هكذا منهما جميعا. ثم والتصرف في مدة الخيار بوطئ وإعتاق وبيع وإجارة وتزويج من بائع فسخ، ومن مشتر إجازة للبيع. يعني أولا ذكر يقع الفسخ والإجازة والإملاء بأحد هذين القولين، هذه صيغة، كما تقع يقع الفسخ والإملاء بالقول يقع بالفعل أيضا، هذا الذي ذكر فيما بعد. والتصرف هذا فعل في مدة الخيار، بأي شيء هذا التصرف؟ بالوطي، رجل يعني باع متاه ثم وطئه متى؟ في مدة الخيار وطئ، أو اعتق أو باع يعني اعتق أو بيع، هو باع بيع آخر، بيع أو إجارة أو تزويج، هو زوج من بائع فسخنا. لو فعل أحد هذه الأشياء المشتري وهو إجازة للبيع.
ثم ويثبت لمشتر جاهل خيار بعيب قديم. هذا الخيار الثالث يعني خيار العيب يثبت لمشتر، هذا يكون للمشتري فقط لا يكون للبائع، بل وهو مشتري كان جاهلا بأي شيء، بما يأتي من هذه العيوب. نعم كان جاهلا يثبت له خيار في أي شيء، في رد المبيع ويرد المبيع. يثبت بأي شيء؟ بظهور عيب قديم كان في المبيع عيب قديم، هذا ما ظهر للمشتري بل بعد العقد ظهر. فإذا لو ظهر هذا عيب قديم، هذا لا يقيد بمدة، ممكن بعد العيب بعد العقد بيوم أو بساعة أو يعني أسبوع عشرة أيام هكذا ظهر، لكن ينبغي أن يكون العيب قديما، هذا هو شرطنا. ثم قديم منقص لقيمة في المبيع، عيب ينبغي أن يكون منقص القيمة، عندئذ يثبت إلا لا يثبت. وكذلك البائع بظهور عيب قديم في الثمن، بالنسبة للمشتري ظهور العيب هنا في المبيع، وهذا يثبت للبائع يعني خيار العيب، لكن عيب أين يكون؟ في ثمن. مثلا هذا رجل عيت يعني عملة مزورة أو يعني كانت مخروقة هكذا، فيه كانت خرق وهكذا، عندئذ يثبت له أيضا بظهور عيب قديم في الثمن. وآثر هو الأول، لكن الفقهاء كثيرا ما يقولون هذا ثبوت خيار العيب للمشتري. لماذا؟ لأن الغالب في الثمن الانضباط، لا يظهر العيب، انضباط يعني عدم العيب، فيقل فيه ظهور العيب والقديم. نعم. ثم والقديم، ما المراد بالقديم؟ ما المراد بالقديم؟ ما قارن العقد، ما قارن العقد فقط. فإذا لا حاجة إلى يعني قدم عليم، ما كان مقارنا للعقد، هذا يمكن أن يكون حادثا أو جديدا بالنسبة إلى اطلاق اللغة، يمكن هذا مضى على هذا العيب يعني مثلا هكذا أوقات يعني لحظات فقط، ومع ذلك كان مقارنا للعقد، هذا يعتبر قديما. أو حدث قبل القبض، هذا بعد العقد لكن قبل القبض حادثا، وهذا أيضا يعتبر قديما. نعم. ينبغي أن يكون هذا حدوث قبل القبض بغير فعل المشتري، لو كان بفعل المشتري لا يكون له خيار. نعم هذا شرط. وقد بقي إلى الفسخ، ثم ينبغي أن يبقى هذا العيب إلى وقت الفسخ، ممكن حدث هكذا عيب أو كان عيب قارن لمقارن للعقد، ثم إن عدم العيب قبل الفسخ لا يجوز الفسخ، لا يثبت له هذا خيار الفسخ عيب. ولو حدث بعد القبض فلا خيار للمشتري، هذا ينتهي بالقبض. لو حدث بعد القبض فلا خيار. فإذا معنى القديم ما قبل القبض، هذا هو، وهو كاستحالة. ثم يذكر مثال للعيب القديم، استحالة ونكاح لأمة، كلاهما بالنسبة إلى الأمة، ممكن هذا استحالة ظهرت بعد شهر، فإذا يجوز له هذا الخيار. أو يعني ظهر أنها متزوجة أو وسرقة
سرقت ولو لاختصاص، يعني سرقة شيء نجس، هذا يقال سرقة الاختصاص. نعم، لا يكون في النجس ملك، لذلك الفقهاء يقولون في النجس اختصاص، اختصاص. نعم. ثم ويباق وزنا من رقيق، أي بكل منها، يعني لا حاجة إلى مجموع هذه الأمور كما تقتضي الواو، استحالة ونكاح وسرقة ويباق، لا حاجة إلى اجتماع كل هذا، بل يثبت خيار العيب بثبوت أحد هذه الأمور. نعم، زنا من رقيق أي بكل منها، وإن لم يتكرر. نعم، لا حاجة إلى التكرر، بل وقع مرة واحدة، يعني قبل العقد كان هذا مرة واحدة، وإن لم يتكرر. وتاب، أو يعني هو وقع منه هذا زنا مرة ثم بعد ذلك تاب، ومع ذلك يثبت للمشتري خيار العيب ذكرا كان أو أنثى. نعم، هذا رقيق ممكن يكون ذكر أو أنثى، فإذا هذا من رقيق يتعلق بزنا أو إباق أو سرقة. ثم لأمة، هذا يتعلق بنكاح واستحالة. نعم، ثم وبول بفراش إن اعتاده، هناك يعني عادة شرط، وفيما مضى التكرر ليس بشرط، إذن عادة كيف يكون عادة عرفا، فلا يكون مرة فيما يظهر لأنه كثيرا ما يعرض المرة، بل والمرتين ثم يزول. نعم، فإذن أكثر من مرتين هو المعتاد. وبلغ 7 سنين، متى يكون البول في الفراش عيبا؟ لو بلغ 7 سنين وقبل ذلك لا يكون عيبا. لماذا؟ هذا يعني عادة الأولاد، وهذا يكون قبل يعني تقوي الأعصاب. نعم، قوة العصب يكون هذا بسبب ضعف العصب قبل 7 سنوات. وبخر، بخر يعني نتن الفم، وصنان، صنان هو نتن الإبط، مستحكمين، مستحكمين، مستحكمين يعني ثابتين، هذا يعسر إزالتهما بالدواء، هذا هو معنى مستحكمين. ومن عيوب الرقيق، ثم يذكر يعني شيئا من عيوب الرقيق، كونه نماما أو يمشي بالنميمة، أو شتاما يشتم الناس، أو كذابا، أو آكلا لطين ويأكل الطين، هذا عيب، أو شاربا لنهو خمر، أو تاركا للصلاة ما لم يتب عنها. في هذه الأمور لو تاب عنها لا يعتبر عيبا، أما في الزنا يعتبر عيبا وإن تاب إلن كما سبق. وهنا التوبة تنفي العيبية. أو أصم، أو أصم، أو أبلها، كونه أصم أو كونه أبله، أبله يعني ضعيف العقل. نعم، أو مستك الركبتين، مستك معناه مضطرب الركبتين، لا يستقيم بالمشية بل تضطرب ركبته، أو رتقاء، أو حاملا في عدمية لا بهيمة. نعم، أو رتقاء يعني هذه المرأة ضيقة الفرج لا يمكن وطؤها، هذا رتقاء. ثم أو حاملا في عدمية، أو كان كونه حاملا في عدمية هذا عيب، لا بهيمة، في البهيمة الحمل ليس عيبا. أو لا تحيض، عدمية لا تحيض من بلغت 20 سنة، متى يعتبر عدم الحيض عيبا؟ لو بلغت 20 سنة، قبل ذلك لا يعتبر عيبا. أو أحد ثدييها أكبر من الآخرين،
അതായത് യുഅ്തബർ ഐബൻ, അത് ഐബൻ ഖിൽഖിയുന. ثم وجماح، جماح يعني عدم الطاعة، التمرد للحيوان، لا يطيع هذا جماح للحيوان. وعل وهو يعل، هذا عيب آخر. رمح، رمح يعني الركل بالرجل. ثم وكون الدار منزل الجندي، فإذا رجل اشترى دارا، فإذا الجند عندما يمر ينزل هناك ثم يسكن هذه الدار. فإذا الجند بسبب أنه من جانب الحاكم، هذا الرجل لا يمكن دفعه، لأجل ذلك هذا عيب. هذا إما ينزل في هذا المنزل، هذا البيت، أو يعني في جواره أيضا. ثم كما ذكر بعض الفقهاء وكون الجن مسلطين على سكانها، كيف هذا التسليط بالرجم، يعني هم يأتون بأشياء يرمون السكان، إما بالرجم أو بالإسراع يسرع سكان هذه الدار، الجن يسرعه هكذا. ثم يعني إيذاء الجن عيب. أو القردة مثلا يرعون زرع الأرض، قردة أو خنازير هكذا يأكلون زرع الأرض، هذا عيب للزرع. هذه أمثلة للعيب لو كانت موجودة وقت العقد أو بعد العقد قبل القبض يعتبر عيبا، فبه يثبت الخيار للمشتري. نعم. ويثبت ب تغرير فعلي، هذا تغرير فعلي يعني البائع أراد أن يغر المشتري بفعله، وهو حرام للتدليس والضرر، ومع ذلك يثبت يعني للمشتري الخيار العيب. ذكر مثالا كتصرية له، تصرية له يعني للحيوان. نعم. ما معنى التصرية؟ وهو أن يترك حلبه مدة قبل بيعه ليوهم المشتري كثرة اللبن، هذا هو، هذا هو التصرية. لكن وهذا ذكر لماذا هذا ترك الحلب؟ ليوهم المشتري كثرة اللبن، لأجل ذلك هذا التصرية يعتبر عيبا. فإذا ماذا حكم التصرية؟ حكم التصرية حرام ولو على غير مريد البيع، وهذا رجل لا يريد بيع بهيمته، شاته، بقرته هكذا، ومع ذلك تصرية حرام. لماذا؟ لأنه يؤذي ويؤلم، يؤلم الضرع البهيمة ويضره، لأجل ذلك يؤذيه، لذلك وهو حرام مطلقا. مع ذلك متى يعتبر هذا يعني عيبا هنا؟ يعتبر عيبا هنا في هذه الآية، وهي أن يترك حلبه يعني حلب الحيوان مدة يوما أو يومين هكذا قبل بيعه ليوهم المشتري كثرة اللبن. والتجعيد شعر الجارية، هذا عيب. جارية أو العبد، تجعيد كيف يكون هناك التغرير؟ وهذا التجعيد يدل على الجمال وقوة البدن. لو كان رجل أجعد شعره جعد، هذا يدل على قوة البدن ويدل على الجمال هكذا. فإذا لو لم يكن طبيعيا يعتبر هذا عيبا. ثم لا خيار بغبن فاحش، هل يعتبر الغبن سببا لثبوت الخيار؟ لا يعتبر. لا خيار بغبن فاحش، غبن معناه خديعة،
أكلني مشتري نحو زجاجة جوهرة هكذا. هذا غبن فاحش ليس به خيار، فإذا لو لم يكن فاحشا هل يكون له خيار؟ لا يكون له خيار، هذا لا خيار بغبن فاحش. لو فإذا معنى قول المصنف لا خيار بغبن ولو كان فاحشا، هذا معنى بدون الفاحشة أيضا لا يكون له خيار. كلن مشتري المشتري لن نحو زجاجة جوهرة لتقصيره، لماذا ليس له خيار؟ لتقصير المشتري بعلمه بقاب قلية وهمه بعمله، هو عمل بقلب مقتلع وهمه من غير بحث، هذا تقصير منه. فإذا هذا ذكر كلن مشتري، فإذا لم يلن مشتري، بل هذا البائع ذكر أن هذا جوهرة وهو باع قطعة زجاج، ثم قال هذا جوهرة فاشترى مشتري على ظن أنه جوهرة، ثم بدا له هذا ليس بجوهر بل هذا قطعة زجاجة، يثبت له الخيار هكذا. ثم والخيار بالعيب ولو بتصرية فوري. نعم. ثم يذكران من مسائل الخير، بعض من مسائل الخيار. نعم. هذا الخيار بالعيب ولو بتصرية هو فوري، يعني فيما مضى بينا يعني متى ينتهي خيار المجلس، هذا بالفرقة بالبدن ينتهي، قبل ذلك لا ينتهي، فكذلك خيار يعني الشرط ينتهي بالمدة التي خير بها. فإذا خيار العيب فوري، لو علم العيب يجب عليه الخيار بسرعة، يعني لو أراد فسخ العقد يفسخ العقد بفور هكذا. فإذا لو أخر يغتفر هناك لبعض الأسباب كما سيأتي، وبدون هذه الأعذار والأسباب لو أخر فاته هذا الخيار، هذا الذي قام. والخيار بالعيب ولو بتصرية فوري فيبطل بالتأخير بلا عذر، ويعتبر الفور عادة. نعم. هذا الفور يعتبر عادة وعرفا، فلا يضر صلاة. فإذا رجل يعني علم بعيب في مبيع يعني في مبيعه واشترى، فإذا في هذا الشيء هو رأى عيبا، فإذا حان وقت صلاة، فإذا وذهب يصلي، بعد فراغه من الصلاة ذهب إلى البائع وأخبره بأنه فسخ العيب العقد، فإذا هذا لا بأس. لماذا؟ هو يعني فسخ العقد فورا بطريق العادة، فلا يضر صلاة أو أكل دخل وقتهما. فإذا هان وقت الطعام، فإذا تغدى أو تفطر ثم ذهب فلا بأس. قضاء حاجة لا يضر قضاء حاجة، ولا سلامه على البائع، ودخل على البائع فسلم عليه ثم بعد ذلك فسعى إلى بفسخ العقد، بخلاف محادثته، لو كان مجرد سلام فلا بأس. فإذا لا، لو حادثه بأمور هذا سقط خيار العيب، لذلك بخلاف محادثته. ولو علمه ليلا فله التأخير حتى يصبح، لكن يجب يعني هذا الفسخ والذهاب والفسخ في الصبح، لو أخر عن الصبح يفوت. ويعذر في تأخيره بجهله جواز الرد بالعيب إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء. نعم هكذا، هو كان جاهلا جواز الرد بالعيب، هو ما كان عالما بأن له خيار عيب، هكذا ما كان عالما، بل هو جاهل
إذن هل يعذر؟ نعم يعذر، لكن ينبغي أن يكون هذا الجهل مما يعذر فيه شرعا، هذا يعذر في تأخيره، تأخير الخيار بجهله، يعذر بجهله. ماذا جهل؟ جواز الرد بالعيب. متى يعذر؟ إن قرب عهده بالإسلام أو نشا بعيدا عن العلماء. وبجهل فوريته، يعذر بجهل فوريته، فما كان عالما أن هذا الخيار خيار فور، هكذا ما كان عالما، أي إن خفي عليه هذا الحكم ما يخفى عليه. فإذن مصنف هذا الحكم أخره عن القيد السابق فيما مضى، ذكر إن قرب عهده بالإسلام أو نشاء بعيدا عن العلماء، بعد ذلك قال أو بجهل فوريته إن خفي عليه، فهذا يقتضي يعني الاطلاق في هذا الحكم. فإذا سواء كان جهلا لأجل قربه بإسلامه أو نشئه بعيدا عن العلماء أو بغيرهما، يعني ليس قريب عهد بالإسلام، مع ذلك هو كان مخالطا مع العلماء، ومع ذلك خفي عليه، يعذر. نعم. ثم لماذا؟ لأن هذا من المسائل الدقيقة مما يخفى على عامة الناس، هكذا يعتبر الجهل في بعض المسائل نظرا إلى نوعية المسألة. نعم. ثم إن كان البائع في البلد أرده المشتري بنفسه أو وكيله، يرد هذا المبيع المشتري بنفسه أو يرد بوكيله، على من يرد؟ على البائع أو وكيله، لو كان في البلد وكيل هو يرد على الوكيل، ولو كان البائع غائبا عن البلد ولا وكيل له ماذا يفعل؟ لا وكيل له، لا وكيل للبائع بها يعني بالبلد، ماذا يفعل؟ رفع الأموال، رفع الأمر إلى الحاكم وجوبا، وهو يذهب إلى الحاكم ويخبره، يقدم إليه أنه فسخ عقد كذا وكذا بسبب عيب كذا وكذا. فإذن ثم إن كان البائع في البلد رده المشتري بنفسه أو وكيله، يرده بوكيله، على من؟ على البائع أو وكيله. ولو كان البائع غائبا عن البلد ولا وكيل له بها، ماذا يفعل؟ رفع الأمر إلى الحاكم وجوبا، هذا واجب. ما معنى وجوبا؟ وإلا يسقط الخيار، لو لم يرفع يسقط الخيار، هذا معنى قوله وجوبا. نعم. ثم بعده ولا يؤخر لحضوره، يعني لا ينتظر حضور البائع بل يذهب إلى الحاكم ويرفع. فإذا عجز عن الإنهاء لنحو مرض، ماذا يفعل؟ هو رجل مريض، لا يذهب أن يذهب إلى، لا يستطيع أن يذهب إلى الحاكم ويرفع الأمر إليه، ماذا يفعل؟ أشهد على الفسق، أو ليس في البلد هكذا حاكم، ماذا يفعل؟ وهو يشهد على الفسق. وفإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه تلفظ، فإذا لو هو عاجز عن الإشهاد في مثل هذه الأيام، هو في حجر صحي، البلد كله في الإغلاق، ماذا يفعل؟ هل يجب عليه التلفظ؟ لا حاجة، لا يجب عليه التلفظ بالفسق. ثم وعلى المشتري ترك استعمال، ثم بعد ذلك يعني بهذه الأمور بترك بعدم تمكنه من الإشهاد لا يفوت هذا الخيار بل يبقى الخيار. وعلى المشتري يعني يجب على المشتري، يجب على المشتري ما معناه؟ لجواز الرد، لجواز الرد يجب على المشتري ترك استعمال نوع ثوب، لو كان المبيع ثوبا ونحوه يجب عليه ترك استعماله، لو لم يترك استعماله بعد اطلاعه على العيب يسقط الخيار، هذا معنى قوله. ثم ولو استخدم رقيقا، ولو بقوله اسقني أو ناولني الثوب،
او اغلق الباب فلا رد قهرا. لا رد قهرا يعني سقط الخيار. نعم. وان لم يفعل الرقيق ما امر به، ممكن الرقيق لم يفعل بل هو امر فقط وبهذا الامر يسقط. نعم. فان فعل شيئا من ذلك بلا طلب لم يضر، ممكن هذا السيد لم يأمر بل هو فعل من عند نفسه بلا طلب لا يضر بل يجوز بعده ايضا هذا الرد. فرع: لو باع حيوانا او غيره بشرط براءته من العيوب في المبيع او الا يرد بها صح العقد. رجل باع حيوانا او غيره يعني باع مبيعا بشرط براءته من العيوب، براءته يعني براءة البائع، وقال انا بريء من كل عيب موجود في هذا المبيع، اي عيب كان انا لا اقبل ردا بل هذا بيع لازم. هكذا براءته يعني براءة البائع ولا يتحمل مسؤوليته، واي عيب كان هكذا هو تبرأ من كل عيب. ليس معنى هذه العبارة أنه ادعى براءة المبيع عن العيب، ليس معناه هذا، ولم يدعي براءة المبيع عن العيب بل قال أنا بريء من كل عيب، مهما كان عيب فيه وهو بريء، هكذا تبرأ نفسه. هل يصيح البيع؟ نعم يصيح البيع. أو بشرط ألا يرد بها، ألا يرد المبيع بسبب العيوب، صح العقد وبريء من عيب باطن. ثم من أي عيب يبرأ؟ من عيب باطن بالحيوان موجود حال العقد لم يعلمه البائع، عن هذا العيب يكون بريئا لا عن عيب باطن في غير الحيوان. لو كان هذا مبيع غير حيوان فيه كان عيبا باطنا لا يبرأ ولا ظاهر فيه، يعني في الحيوان لو كان في الحيوان عيب ظاهر لا يبرأ منه، وإذا يبرأ من عيب في الحيوان باطن لا يعلمه البائع عن هذا فقط يبرأ، عن سائر العيوب لا يبرأ مع أنه شرط البراءة. ثم ولو اختلف في قدم العيب واحد تملى صدق كل صدق البائع بيمينه في دعواه حدوثه. نعم. اختلف في قدم العيب، هذا مشتري يدعي أن العيب قديم، بائع يدعي أنه حادث، فإذا واحتمل صدق كل يحتمل صدق كل عهد يعني بسبب احتمال كون هذا العيب قديما. صدق عندئذ صدق البائع بيمينه، لماذا؟ لأن الأصل لزوم العقد، بالنسبة إلى العقد لزومه هو الأصل، فإذا لو كان هذا عيب قديم لا يلزم البيع، لأجل ذلك الذي يوافق الأصل يقدم. هذا لو لم يكن شاهد النار. وقيل لأن الأصل عدم العيب في يده، وقيل لأن الأصل عدم العيب في يده يعني في يد البائع، هذا يعني تعليل آخر حكم هكذا. ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه، يعني هما ولو حدث في يد المشتري حدث عيب وبواسطة هذا العيب علم عيب قديم، كيف هذا؟ مثلا هو كسر بيلا فوجده فاسدا، فإذا بدون هذا تكسير لا يمكن معرفة القديم يعني العيب القديم، فإذا تكسير العيب البيلي هو عيب حادث
هذا الذي قال ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه بدون هذا العيب الحادث ككسر بيض وجوز كسر الجوز نقول له كسر كسر وتقذير بالتيخ تقذير يعني بالتيخ مدبد مدبد يعني نشأ فيه الدود فإذا نشأ الدود هو العيب القديم التقذير معناه هذا يعني قال هذا الطعن بمثل السكين إلى داخله ثم يعني إخراج شيء إلى الخارج بصورة دائرة هذا يقال له التقذير مدود ردا ردا يعني هذا لا يسقط به خيار العيب بل المشتري يرد هذا بسبب العيب ولا عرش عليه هل يكون على المشتري عرش وضمان لأجل هذا العيب الحادث الذي هو صنعه لا عرش عليه لا عرش عليه للحادث ثم عند الرد هذه الفوائد ما مسألة التوابع والفوائد هذا الذي يقول ويتبع في الرد بالعيب الزيادة المتصلة كالسمن مثلا هذا رجل لهذه الأمت عيتا يعني وكل كثيرا هي سمنت بعد ذلك ظهر عيبها الاستحالة هكذا أو هي يعني متزوجة أو في البهيمة هكذا سمن متصل هو زيادة المتصلة يرد معه ما معنى يرد معه لا يؤخذ لأجله شيء من العرش وتعلم السنة ولو بأجرة ممكن فهذا رجل اشترى رقيقا ثم علمه صنعة صناعة كيف بالأجرة لأجل ذلك بعد يعني رد هذا الرقيق هل يرجع على البائع هذه الأجرة التي قضاها لأجل تعليم صنعة لا يرجع وحمل قارن بيئا كذلك الحمل كان مقارنا بيئا معذرة تمام في سؤال نحن قلنا ويطبع في الرد بالعيب الزيادة المتصلة كالسمن وتعلم الصنعة هل يأتي في ذلك مثلا واحد اشترى سيارة وحسنه وعمل في عملا لتحسينه وبعد ذلك وجد في عيبا قديما ويرد بالعيب فلتحسينه أو لإصلاح بعض الحاجات فيه يتبع ذلك له أرش لا مثلا هذا متصل مثلا يكون بالدهني هذا متصل مثلا أنا أقول اشترى سيارة وبعد الشراء هو صلح عليه بعض الحاجات تصليح إما يعني تصليح فبعد ذلك وجد عيبا قديما ما يكون بشيء يمكن فصله أو بشيء لا يمكن فصله هكذا لو كان بشيء يمكن فصله هذا لا يرد وشيء لا يمكن فصله مثل الدهن الدهن يعني بيندي أيوه هذا لا يرد يعني صار جزءا له متصل لأجل ذلك لا يرجع على البائع بشيء قبل أن نبعد من في عندي خطر سؤال بالنسبة للحيوان عيب باطن وعيب ظاهر يعني كيف نمثل له تمثيل يعني العيب باطن الذي للبريء مثلا يبرأ شكرا ذكر في التحفة الظاهر هو ما يسهل الاطلاع عليه بأن لا يكون داخل البدن فإذا ما يعسر الاطلاع عليه هو الباطن كيف يعسر الاطلاع عليه بأن يكون داخل البدن فإذا هذا الظاهر معناه مثلا هذا مرض الجرب الجرب يكون على الظاهر الجلدي هذا هو عيب ظاهر نعم هكذا نعم
ومنه النتن واللحم المأكولة لسهولة الاطلاع عليه. نعم، نتن اللحم المأكولة لسهولة الاطلاع عليه. نعم، هكذا يعني فصل. سهولة الاطلاع عليه كذلك عسر الاطلاع عليه، هذا هو ظاهر وباطن. نعم، شكرا. ثم الباقي يعني زيادة المتصلة كسمني وتعلم سنتي ولو بأجرة وحمل قارن بين للمنفصلة كالولدي. يعني والثمر، الثمر يعني منفصل، منفصل معناه يمكن فصله، الآن هو متصل بالشجرة. ثم وكذا الحمل الحادث في ملك المشتري فلا تطبع في الرد بل هي للمشتري. الحمل الحادث في ملك المشتري هو محترز قوله حمل قارن تبعا بيئا بيئا قارن بيئا، هذا يرد. أما حمل حادث لا يرد، يعني الولد بعد الولادة يكون للمشتري. ها نعم، فاصل الناتي هو فاصل المبيع، أحكام المبيع قبل القبضي. نعم، نوقف هنا نبدأ إن شاء الله. جزاك الله خيرا يا مولانا. آمين يا رب العالمين. آمين، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، اللهم بارك لنا في تعلمنا وتعليمنا، وأعطنا اللهم حلا وأكرا بهما، وجعلنا مخلصين لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا في الصلاة من الخاشعين، وجعلنا في الزكاة. اللهم اجعلنا في الصلاة من الخاشعين، وعن اللهو من المعرضين، وللزكاة من الفاعلين، وللفروج من الحافلين، وللأمانة والعهد من الراعين، وعلى الصلاة من المحافلين، وللفردوس من الواردين وارثين. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل سيرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الاستقامة وحسن الخلق وحسن الخاتمة ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا. تقبل الله منا ومنكم. آمين يا الله. آمين. أنصار وضوء. أنصار. ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم.